سيدي بالك وياك هادشي ديال هاري بستاني. قوم قوم طيح الله صبغك سيدي سيدي قوم. قوم يلا. دري قويدي عدري قوم. الزام. افتح. وين الدحج وين؟ أما طلع المخزن. أولا شوف شتسوي. أول مرة تفتح المخزن. صح. يطلع المخزن. يا كم زار مسغني درديني ولك مو مسغن اي المخزن ايوه هز القرد قطع قلبك عيبه هو مسغنه مروه التنظيف اري والله هو ده بلاك مروتي يا كم ولا ما تخيخو ما في عندك مروت استعجل خلي يلا طلع المروت خلي يم المخزن كاكا او بيشان لدر الخاني وش كم عندك خوات شيشي تكي استعجل مو تثرات تزقنا بنتا اي هذا يسمونه قطاع البدن نعم افتح نعم الله ضلوعك كانت خواه سيدي وي بقرة الله ياخذ عمرك وعمر انت هم بشر وز القرد عضك حية مو والله هاي سيدي هذا هذا قطاع البدن خلي بلقع ايه قطاع البدن بلقع خلي بلقع هذا يسمونه نابض الارجاء انا والله قد نابت ارجاء نابض الارجاء خلي بلقع نابة الأرجاء خلي بلقع ترباس وبيت الترباس ترباس وبيت الترباس ولك ايش بيك انت الدماغ سيد ولك انت مو بشر يا سيدي يا تنادي ولك لا حول ولا افتح يلا يلا قز القرد اي قز القرد صوتك اي والله افتح جيب شنو هذا جايب لنا عسكر انت لو بغل لا والله مو بغل بغل اي ابغل قز القرد اه اوا تسبو سيدي هذا ترباس وبيت الترباس ترباس وبيت الترباس يلا شد هالمره شد ركب اي والله ترباس ركب ايه يلا ركب داي اصلا كره انت ما تقول حتى ما شاب عندك هيدا اصلا ولك وياك ركب وش عليك شل قز القرد قز القرد قطع قلبك ايه اخي شيل قطع البدن قطع البدن شيل يلا ركب والله هيك بجي منك يا سيدي اوينا بس عليك وعلى سيدي ولك شنو اي يلا هذا شيش مال تكاف ولك شيش مال ولك شنو انت شنو انت بغل سيدي بالدار دار اكل ايش هيك بال يلا جيب اللي امدد يلا ركب قز القرد انقطع قلبك شيش تكيت مهم يا كرديا لك انت ركب المخزن طيح الله صبغك ركب زين ركب جابك مثلك زمان بس الدجمن لو ينظر لا عليك انت بالخراج جيب البندقية ولي روح اقعد مكانك روح اخر تعرف يكسان دري خير يكسر اقعد قم يا خلف خلف نعم. قم اخوي قم الزم البندقية نعم سيدي شوف خلف انت هسه بوضع الاستراحة نعم. انا انطيك العاز استعد نكب سلاح الله يغضب عليك يا خرف هذا وين انت تعلم انت مو عربي نعم سيدي من قضب الله عليك وعلى هالعرب اللي علموك من علمك هيك انت والله سيدي تعلمنا على التدريب هذا يا ضابط يا نائب ضابط يا طيز لقن يا بغل نزل بندق يا نزل عيب عليك العفو سيدي ولك العفو الله غضب عليك وعلى سيدك انت هالمره شوف اقول لك تنكب سلاح اذا ما تعلم ما راح ازحب بكل هالحجر شايف راح اطلع دمك يا ولد سيدي تعلمنا انا مو بيدي عشان هذا علمك مو بشر نكب صح لا حول ولا قوة ولا هشتك انت هناك ها نزل البندقية نزل بقضب الله عليك نزل البندقية نعم سيدي ها شو مصيبة دغنا ويا هذا ويا هذاك انت وين شنتو سيدي خطية كان يبيع عشتر بالجملة والمفرد اي بالبدو اقطع شانك اول قل لي انتو عندكم بعير بالبيت نعم حقه هذا كان ما شايف الجيش حقه نعم. هي خلف هالمرة نطيك العاز بس اكون اشوفك شلون سبع ابد تعرفون احنا درسنا اللي تفكيك والتركيب خلص اليوم درسنا بس مسير كل شيء ما عندنا افتهمتوا ثابت استعد قز القرد قطع قلب سيدك استعد الى اليمين دور الله ياخذ عمرك ولك انت شنو وين عايش ويا الزمايل وربعك وين انت يمن يلا مديدك انت مديدك نزل يدك الى الوراء دور اطلع سلاحك وين اطلع الله ياخذ عمرك عاده سر شعب انا وباس زفيدك انت زاني شد عملت ترسيم الى الوراء